مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. في الجزء الأولاني احنا حاولنا نتعرف على مشكلة تعريف الصحة النفسية، لأن النفس البشرية مش شيء مادي يمكن أقدر أحط إيدي عليه أو أفحصه زي بقية التخصصات الطبية المختلفة. صحيح في بعض المفاهيم اللي بتربط ما بين النفس البشرية والمخ البشري، بس ممكن نشوف في المستقبل نتصرف ازاي في الموضوع ده. لكن النفس البشرية هي أساسا كيان الإنسان، وهي اللي بتحدد توجهاته وأفكاره ومشاعره آلامه ومخاوفه، بتحدد كمان نظرته للماضي وللحاضر وللمستقبل. فالنفس البشرية هي اللي بتعبر عن هوية الإنسان، وعلشان كده بتبقى مرتبطة بجسمه اللي بيتعامل بيه مع المجتمع، وبتبقى مرتبطة كمان مع روحه إذا كان مؤمن بوجود خالق أو قوة عظمى بيتعبد ليها الإنسان. حاولنا في الفيديو اللي فات وسألنا عن رأي حضراتكم في مفهوم الصحة النفسية من وجهة نظر كل شخص من حضراتكم، وأشكر كل شخص وكل إنسان حاول إنه يعبر بأمانة وبصدق عن تعريفه للصحة النفسية. لما أنا جيت أحضر الموضوع ده وحاولت أدور في الكتب عن تعريف طبي كده جامع مانع للقصة دي، يعني ما كانش الموضوع بسهولة للأمانة، وما توفقتش بالقدر الكافي. لكن لقينا بعض التعريفات جاية مثلا من منظمة الصحة العالمية، هحاول أشارككم بيها ونشوف رأي حضراتكم فيها إيه. هل متفقين مع تعريف منظمة الصحة العالمية الـ WHO، ولا حضراتكم مش موافقين على هذا التعريف؟ منظمة الصحة العالمية قبل ما تعرف الصحة النفسية عرفت الصحة بوجه عام، وقالت كده بصريح العبارة إن الصحة عامة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا ومجتمعيا، مش بس الخلوة من المرض والعجز. والأول وهلة الواحد بيحس ان التعريف ده بتاع الصحة عامة بيدي النوع من التعريف الإيجابي في مقابل التعريف السلبي. التعريف السلبي في ذهننا هو ان احنا ما نبقاش عندنا مرض او عجز. التعريف الإيجابي بيقول لأ، احنا عايزين نعدي مرحلة أعمق من كده، وهي إن يبقى الإنسان في حالة مكتملة من السلامة بدنيا وعقليا ومجتمعيا. بس بيني وبينكم وأنا حاسس كده، يعني إحساسي الشخصي وانطباعي الشخصي، إن التعريف ما فرقش كتير ما بين المعنى الإيجابي والمعنى السلبي. ولما بنفكر بالطريقة بتاعتنا وبنقول كده ان الكمال لله وحده، ففكرة ان يبقى في انسان يبقى مكتمل بدنيا وعقليا ومجتمعيا، دي فكرة بتبقى صعبة علينا شوية. وكأن منظمة الصحة العالمية عايزة تقول كده ان كل البشر في كل وقت هم في حالة مرض، او ان احنا محتاجين نعمل مجهود لا نهائي من اجل التخلص أو من أجل الوصول إلى مفهوم الصحة اللي هي حددته. وكمان منظمة الصحة العالمية، وهو ده الموضوع بتاعنا، عرفت الصحة النفسية من وجهة نظرها، وهنشوف رأي حضراتكم فيه إيه. فقالت كده، وهستخدم نفس الألفاظ بتاعتها، وقالت كده: الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية، والعمل بشكل منتج ومفيد، والإسهام في مجتمعه المحلي. التعريف ده على حاولنا نفككه ونطلع منه النقاط الأساسية اللي على أساسها نعرف إذا كنت صحيح نفسيا ولا لأ، ممكن نطلع بثلاث أربع نقاط ممكن نتناقش فيهم مع بعض. أول نقطة، وهي إن التعريف لم ينفي وجود توترات عادية، لم ينفي وجود ضغوط في الحياة، لم ينفي وجود مشاكل وصعوبات ممكن تواجه كل إنسان مننا. لكن أول نقطة في الصحة النفسية هي قدرة الإنسان على التكيف مع الضغوط والتوترات اللي بيقابلها يوميا.
النقطة التانية اللي بيحددها التعريف، وهي إن كل إنسان يحاول يحقق طموحه أو حلمه تبعا لقدراته وإمكانياته الخاصة. بمعنى إن أنا عندي قدرات وإمكانيات خاصة، وبناء عليها أنا بحاول إني أطور من نفسي من أجل إن أنا أحقق حلمي أو أحقق الطموح اللي أنا عايز أوصله. النقطة الثالثة بتبقى هي إن الإنسان بيبقى له دور في الحياة، والدور مش هو عمله الوظيفي بس، لا، الدور بيبقى أعمق من كده، إنه يبقى له تأثير في المجتمع وفي الأسرة اللي حواليه. التعريف هنا بيؤكد على إن الإنسان الصحيح نفسيا هو الإنسان اللي ليه دور وليه إسهامات في مجتمعه المحلي. دول ثلاثة أو أربع نقاط حددتهم منظمة الصحة العالمية لتعريف مفهوم الصحة النفسية. إن الشخص يبقى متكيف مع الضغوط بتاعته، إنه يحاول يحقق إنجازاته أو طموحه طبقا لإمكانياته، وفي نفس الوقت يبقى له دور ويبقى ناجح وفعال في حياته في مجتمعه المحلي، ويساهم في رقي مجتمعه المحلي. مش عارف رأي حضراتكم ايه في التعريف، بس اعتقد ان دي مش نهاية الكلام في الموضوع ده، لان اعتقد ان الموضوع اعمق من كده، وان انا لو حاولت احصر مفهوم الصحة النفسية في الثلاث نقاط دول يبقى انا اكيد بظلم افكار تانية كتير. ده فيما يخص التعريف اللي قالته منظمة الصحة العالمية. مصر فيها قانون لرعاية المريض النفسي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق، 71 لسنة 2009. وفي القانون المصري حط تعريف للصحة النفسية، وللأمانة انا مش عارف اذا كانت في دول تانية عملت نفس القصة دي ولا لأ، ان الصحة النفسية محتاجة مادة في القانون تعرفها، وده لان القانون حقوقي، فهو كان عايز يبقى يعني محدد وواضح في الناس اللي بينطبق عليها القانون والناس اللي بينطبقش عليها القانون. ففي المادة الاولى منه حط تعريف لمفهوم الصحة النفسية، وقسمهم ثلاث مواد، الف وب وجيم. المادة جيم تعريف، المادة الف تعريف الصحة النفسية، المادة ب تعريف مين هو المريض النفسي، والمادة جيم هي اللي بتشرح الحالات الاضطراب او حالات الشذوذ اللي هي الاضطراب النفسي او العقلي. المادة الف اللي هي بتعرف مفهوم الصحة النفسية من وجهة نظر القانون المصري، انا اعتقد انها مش مختلفة كتير عن اللي قالته منظمة الصحة العالمية. أنا لسه ما خلصتش القصة بتاعة تعريف الصحة النفسية، لكن أنا عايز أتكلم دلوقتي على تعريف القانون للاضطراب النفسي أو العقلي، لأنه هيفرق معانا بعد كده في الفيديوهات علشان نحدد بعد كده الشخص ده بينطبق عليه تعريف الاضطراب النفسي ولا بينطبق عليه تعريف الصحة النفسية. ففي المادة جيم من المادة الأولى برضو، البند جيم في المادة الأولى من قانون رعاية المريض النفسي، بيعرف الاضطراب النفسي أو العقلي كالآتي: هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح. تعريف طويل شوية، في كتير جدا من المصطلحات والألفاظ الطبية اللي كل واحدة منها محتاجة شرح، لكن ضمنيا هو حط نقطتين مهمين جدا في القانون. أول حاجة، دي النقطة اللي احنا يعني العلمية اللي احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي ان الشخص اللي عنده اضطراب نفسي هو الشخص اللي عنده اختلال خلل في الوظائف النفسية والعقلية والمعرفية بتاعته، اوكي؟ ده جزء مش هنتكلم فيه دلوقتي.
لكن النقطة المهمة هي إن الخلل بتاعي ده بيحد من تكيفي مع المجتمع. يعني يا إما أنا بتأثر في تعاملاتي مع المجتمع، يا إما المجتمع بيتأثر بسببي. تمام؟ دي نقطة. النقطة الأعمق اللي قالها القانون واللي أنا شايفها يعني فكرة محترمة جدا، وهي إن كون إن في اضطراب سلوكي معين ده مش معناها بالضرورة إني أنا مريض نفسي. يعني مش كل تصرف مخالف للأعراف والتقاليد، مش كل تصرف في حالة صدام مع المجتمع، مش كل فكرة أو رأي حتى ولو كان شكله صعب جدا إن الإنسان ممكن يقوله أو الإنسان يعتقد فيه، مش شرط بالضرورة إن ده يكون اضطراب نفسي. يعني ممكن يبقى عندي اضطراب سلوكي، ممكن يبقى عندي بعض التصرفات أو بعض الأفكار أو بعض يعني التصرفات، ممكن يبقى عندي بعض الهيئة المختلفة عن المجتمع، ومع ذلك لا أكون مريض نفسي بل أكون صحي وسوي تماما. فتعريف الصحة النفسية في القانون المصري مشابه لمنظمة الصحة العالمية، لكن تعريف الاضطراب النفسي والعقلي زي ما قلت لحضراتكم أنا مش عارف إذا كان موجود في قوانين تانية ولا لأ. ممكن اللي مطلع على القوانين الأخرى وبالذات القوانين الإنجليزية ممكن يساعدنا في القصة دي، لكن القانون لما جه اتكلم في الاضطراب النفسي والاضطراب العقلي كان عمل نقلة كده، يعني محتاجة حوار ومحتاجة نقاش ومحتاجة ان الواحد يتعمق فيها. لكن فكرة ان كوني مختلف عن المجتمع ده مش معناها اني مريض نفسي، او عندي افكار مختلفة عن المجتمع ده مش معناها اني مريض نفسي. مشكلة تعريف الصحة النفسية لسه ما خلصتش، احنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنخش في بعض التعريفات اللي جت في بعض مدارس الطب النفسي، وانا عن نفسي هقول لكم التعريف اللي انا بحس انه قريب من قلبي واللي انا يعني بحس ان انا ممكن امارس عملي من خلاله. اتمنى اني اكون وضحت نقطة صغيرة في موضوع الصحة النفسية. اتمنى اني ما اكونش طولت على حضراتكم. شكرا ليكم وسلام.